السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منتصف عام 1978 بعد ما أهني المستشار في مستشفى برونجلاي جنرال هوسبيتال مستر جريفيث هناك، ذهبت أنا لسوانزي كما قلت من قبل، وتعرفت على شاب مصري هناك وبدأت هناك الإقامة في هذه المدينة في سوانزي. المهم الاهانه اللي انا خدتها من مستر جريفز دي كانت تعباني جدا جدا جدا، ولما حكيتها لزميلي اللي كان اصلا من المنصوره في جلسه يعني سمر كده لما كنت عنده في رمضان، تشاء الاقدار ويشاء السميع العليم ان انا امشي بقى من سوانزي واروح على اماكن تانية، وهو يروح ياخد وظيفه في نفس المستشفى اللي انا كنت اللي هي البرونجلايز جنرال هوسبيتال في مدينة أبرستويس في ويلز، ويكون هو إما النائب اللي موجود في القسم مع مستر جريفيس. وحس إن مستر جريفيس يعني إنسان يعني أخلاقه متواضعة، إنسان في ظلم، إنسان في كبر، إنسان في تكبر، إنسان في كل هذه الصفات السيئة، وبدأ يعامل الشاب المصري دي معاملة غير كريمة. فالشاب المصري ده، بس أنا مش فاكر اسمه الدكتور يعني إيه، رد له الكيل لكيلين واخده للمحاكمة والقضاء، وكان كلمني بعد كده وانا بتصل بيه في التليفونات فيما بعد، قال لي انا انتقمت لك منه ورفعت عليه قضية علشان اللي عمله فيك السنة اللي فاتت والاهانة اللي انهلك. طبعا انا عشت في الفترة دي كلها في مدينة أبرستويس مع اصدقائي وزملائي حياة كريمة جدا جدا، الى ان اتى هذا الشخص وأهني هذه الإهانة البليغة التي لم أرها من أحد. لكن صبرت على الإهانة دي، ودعيت ربنا سبحانه وتعالى، كنا في أوائل رمضان أو في منتصف رمضان، أن يخرجني من هذه البلدة، وخرجني ورحت على سوانزي، ومن سوانزي بعد كده رحت على ريدينج، وسوري على وولفرهامبتون، ومن وولفرهامبتون رحت على إيه؟ على ريدينج إلى آخره، إلى أن نجحت في الامتحان واشتغلت في جلاسكو فيما بعد. الصبر مفتاح الفرج زي ما علمونا احنا صغيرين، وشخص كهذا كأشخاص وضيع الأخلاق ليس عندهم أخلاق ظالمين لابد أن نصبر عليهم إلى أن نخرج من هذه الكبوة أو الجائحة السلوكية التي أصيبوا بها فيصيبون الآخرين بها. والحمد لله بصبري هذا استطعت أن أنا أترك مدينة أبرستويس وأذهب إلى سوانزي، ومن سوانزي رحت على زي ما أترك أماكن تانية. فاصبروا يا شباب، واعرفوا ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع من اجركم، وسينتقم لكم من الظلمة الذين ظلموكم سواء كان في العمل او في المجتمع او الى اخره. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.